يا اهلا يا ست نواعم يا ست الكل يا قمر انت. مش قوي كده، كنت فين لسه عادي يا الدلعادي؟ اصلي كنت في رحله صيد والصناره غمزت عقبال عندك. ارزاق بقى ست نواعم ارزاق. تعالي تعالي موريها لك. تعالي بس معايا، تعالي تعالي بس تعالي. ايه قاعده هنا يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي. ايه النور اللي هالل ده؟ ايه البدر اللي طالل ده؟ لسه خير يا ستي. ست بقى ايه يخسى عليكي؟ قولي لي يا قبلتي. اقعدي يا اختي اقعدي. هي دي بقى قبلتنا كلنا. وانا ما يشتري اتفرج. انتي قبها ومنجاها. ايه يا بنت الحلاوه دي كلها؟ نقاوتي مش اي كلام، دي هيبقى لها مستقبل في الشغل. اساليني انا. انا مستعده نشتغل اي حاجه، نغسل نكنس وبنعرف نطبخ كمان. ايوه الطبيخ اهم حاجه، الطبيخ شغلتنا دي كلها طبيخ في طبيخ. وانا بقى اللي هعلمهولك على اصله، بس عايزه كلامي تحطي حلقه في ودني. اي خدامتك، ومش عايزه غير لقمتي وفرشتي. انت يا بنت انت عبيطه ولا بتستعبطي؟ هو لسه في عبط الايام دي؟ انت هتتنغنغي سهل يا بنتي، وهتلعبي بالفلوس ليه؟ وتلبسي وتشيكي وهيبقى تقلك دهب. اي في حلم ولا في حلم؟ يا ماهر من بكره الصبح تنزل تشير لها احلى فساتين في البلد. وعلى اخر موضه، هو الجمال ده بتاع مرمطه يا عالم؟ ده انت مش عارفه قيمه نفسك. انتوا باين عليكوا طيبين قوي، لكن اني هنعمل ايه قصاد ده كله؟ دي بتسال. عندك بقى قابلتك هترسيكي على كل حاجه. ودلوقتي انت تقوم تستريح يا جميل. قومي، انا عندي هنا اوضه مخصوص للحبايب. تعال تعال يا اختي تعال. انا مش عارفه نشكرك ازاي. انا وقعت وانت سرقتيني. طب اقعدي. انا هريحك قوي، بس شرط الراحة هو الصراحة. موالك ايه يا شابة؟ متجوزة بقى ولا عازبة؟ لا ده ولا ده. مش معقول تبقى الرجالة عين يدفع ليهم لسه لحد دلوقتي بنت بنوت؟ بس انضحك. الا قوليلي انت اسمك ايه؟ خدمتك سامية. لا سامية ده ما ينفعش، سامية ده اسم سكرتيرة مدرسة، انما في شغلتنا دي يا روحي ما يجيبش تمنه. يعني عايزه تغيري لي اسمي؟ ده يبقى احسن عشان كمان اهلك ما يلاقوكيش. انت مش طفشانه؟ ايوه. لكن انت عرفتي ازاي؟ يا ده ما يا ده كاس وكلنا شربناه. طب انا لما طفشت من اهلي كان اسمي زناد، ولما طفشت من جوزي الاولاني سموني فيفي. طب ودلوقتي؟ نواعم، واللي ما يشتري يتفرج، بس ده ما وصلتلوش الا بعد جوزي الثالث. وانا هسميني ايه؟ اسميكي ايه يا حلوه؟ اسميكي ايه؟ اسميكي ايه؟ هسميكي لولا. لولا؟ الله يمسيها بالخير، هي الوحيده اللي كانت كسيبه عندي، بس يا خساره دخلت الاداب. امين يا مان، خفيني عليا. وبعدين بقى ما تصربعنيش امال. اول مره تقع على وقعه نضيفه، البنت تجنن، عجينه يجي منها. طب ايه بقى وبحبح ايدك المره دي؟ يا سلام عليك يا ماهر، انت ما بتشبحش فلوس ابدا. لا مش هتكروتيني بقى المره دي زي كل مره. انا بقول لك اهو، انا برضه بكروتك يا ماهر. نواعم انت عارفه انا بحبك قد ايه، وانا ما استغناش عنك ابدا. صحتك. الجمال ده كله، ايه الحلاوه دي كلها يا بنت؟ صحيح يا ابنتي لايقه عليا؟ عمر ده انت هتعملي عمايل وتسوي الهوايل. حصوه في عين اللي ما يصلي على النبي. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ انا مش مصدق عينيا. وراني يا سماه، انا في حلم ولا في علم؟ قطيع لبس البوصه تبقى عروسه. بوصه فشرت وانقهرت.
امشي الجر على بر، وانتوا يا بنات سيبونا لوحدينا. انا مش فاهمه كده هتقرش مرحتي كده ليه؟ ما تاخديش في بالك، اصله غيار. بيغير من يعني؟ بس فتحي له عينيكي. انتي بتعرفي تكتبي؟ بنفسه. بس هتبصمني على ايه؟ على الحساب. اصل نواعي مكسوفه منك. الحاجات اللي اشتريتها لك دي كلها ليها تمن. ومش مهم تدفعيهم دلوقتي. ولا تبخليش على اللبس، ده هو فيترينت الشغل. بس نعرف كام؟ وهندفعهم امتى؟ يا قشطه ما تتخضيش كده. ده انا ياما بصمت، وبكره الفلوس هتجري في ايدك كده. هاتي ايدك. مبروك. خدي امسحي صباعك ونضفيه، وانت خد الورقه دي حطها فوق الخزنه عقبال ما اجي اشيلها. طب بقول لك ايه، ما تديني نمره الخزنه احطها لك انا. معلش يا حنين، اصلي درست قبل كده كتير وانت مش اول دبور. هي دي بقى اهانه لشرفي. انا مش فاهمه حاجه. هو سيناريو يبقى ايه؟ ما تشغليش بالك بالحاجات دي، انت تشوفي شغلك وبس. اقعدي يا اختي كده عشان ارسيكي على البير وغطاء.